أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع وإليكم التقرير التالي. الين الياباني والمعادن الثمينة قوية، في حين أن الدولار النيوزيلندي وأسواق الأسهم ضعيفة نسبيا. يستمر زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي بالتدعيم حول مستوى 1.1200. استمر زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بالتراجع بقوة، وهو الآن يختبر الدعم طويل الأجل حول 110 نقاط. يبدو زوج الجنيه البريطاني أمام الدولار الأمريكي حاليا تنازليا أكثر بعد أن استقر مرة أخرى أسفل 1.3081. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.